البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: فصل في بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالأذان. المسألة الأولى: رفع الصوت في الأذان. قال العبيكان في كتابه غاية المرام: ورفع الصوت بالأذان ركن ليحصل السماع، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. قال في الأنصاف: ويستحب رفع الصوت قدر طاقته لأنه أبلغ في الإعلام. انتهى. قلت: ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال لابن أبي صعصعة: أراك رجلا تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك في التأذين، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. على هذا فالإسرار في الأذان وهو أذان للناس أو صوت منخفض لا يجزئ، لأنه لا يحصل به المقصود. المسألة الثانية: الردة تبطل الأذان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثنائه، فإن وجدت بعده فقال القاضي: قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا، والصحيح أنها لا تبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه، بحيث لا يبطله شيء من مبطلاته، فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها. هذا واضح، أما في أثنائه قد صار كافرا لا يسقط به فرض الكفاية، بل لا يصح منه الأذان. المسألة الثالثة: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟ المعنى أن يكون الأول انقطع في أثناء فقام الآخر يكمل، هل يصح البناء أو يعيد؟ ذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني، وإذا لم يستطع المؤذن الأول إكمال أذانه فإنه يستأنف الأذان من أوله. وذهب أبو ثور وأصحاب الرأي إلى جواز البناء. قلت: وهذا القول والصحيح، لأن عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها على صحة أولها، وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض، وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض، ولكن يشترط أن لا يطول الفاصل، والله أعلم. فإذا طال الفاصل فالعبادة الأذان متصلة لا يصلح أن تفصل، فعند ذلك يعيد. إذا طال الفصل أعاد الأذان، وإذا مثلا حصل للمؤذن إعياء ما استطاع أن يؤذن، بح صوته، أغمي عليه أو ما أشبه ذلك، يقوم الآخر يكمل من المكان الذي وصل إليه ولا حرج. المسألة الرابعة: لا يصح الأذان إلا مرتبا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح الأذان إلا مرتبا، لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب،
وهو الإعذار، فإنه إذا لم يكن مرتبا لم يعلم أنه أذار، ولأنه شرع في الأصل مرتبا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مرتبا. وقال الإمام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والدليل أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا واضح، عدم ترتيبه إحداث وعمل ليس عليه الشرع مردود عليه محدث وبدعة، يجب أن يكون مرتبا. المسألة الخامسة: قول المؤذن الصلاة في الرحال. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله أو للتنويع لا للشك. وفي صحيح أبي عوانة: ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح. حصل فيها التنويع في رواية أبي عوانة. ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث: في الليلة المطيرة والغداة القرة، أي الغداة الباردة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم. ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها. بل لو كانت الريح شديدة في النهار قد تضر أكثر بما يحصل من الغبار الشديد عليه، وقد يؤثر الأمراض على الناس، كلها أعذار. قوله في الحديث في السفر ظاهره اختصاص ذلك في السفر، ولكن قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المؤذن بذلك في الحضر، وكان يوم جمعة أيضا جلس على المنبر وأمر مؤذنه أن يقول: صلوا في بيوتكم، وهي جمعة. ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، وبهذا أخذ الجمهور ولم يقيدوه بالسفر. المسألة السادسة: موضع قول المؤذن صلوا في رحالكم. ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات: الأولى بدل قوله حي على الصلاة لحديث ابن عباس في الصحيحين أنه جلس على المنبر فقال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمه، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض. الثانية بعد فراغه من الأذان لحديث ابن عمر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وأخرج مسلم إسناده ولم يسق لفظه. أين الشاهد من الحديث؟ ثم يقول على أثره، أي بعد فراغه من الأذى. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى ما هي؟
بدل قوله حي على الصلاة، بدل حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. ولا يقول حي على الصلاة ثم يأتي بعدها بحي على الفلاح. الثالثة أن يقولها بعد الحيعلتين قبل فراغه من الأذان. أخرجه النسائي فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به فذكره. وقد صحح الحديث شيخنا الإمام مقبل الوادي رحمه الله في الصحيح المسند. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثلاث، نعم، صلوا في رحالكم، هذه هذا الموضع الثالث قبل أن يفرغ من الأذان بعد الحيعلتين. السابعة مقاتلة أهل بلد تركوا الأذان. قال العبيكان في كتابه غاية المرام فإن ترك الأذان والإقامة أهل بلد قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهما لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على تركهما كصلاة العيد. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا نص عليه، وإن كان واحدا نص عليه، أي الإمام أحمد. قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله ثم هل هو في تركهما معا؟ اختاره ابن نصر الله، والله أعلم أنه ينبغي ألا يكون الأمر كذلك، وأن مجرد ترك الأذان يكفي لكون إغارة النبي صلى الله عليه وسلم وعدمها على الأذان ولم تذكر الإقامة، وهذا يدل على أهمية الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إن سمع أذانا وإلا أغار على البلدة، من أعظم الشعائر ومن أعظم الواجبات. وإذا امتنعوا وقاتلوا عليه قاتلوا على تركه. المسألة الثامنة متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. من عبد الله؟ هذا ابن مسعود أصحابه في الكوفة. وعن سعيد بن المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، هذا بعيد، يكبر ما زال يقيم. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. انتهى المراد. قلت أما إذا كان الإمام خارج المسجد فالراجح ما ذهب إلى الجمهور لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وأما إذا كان في المسجد فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله
لعدم وجود دليل على التحديد، والله أعلم. ما هو مذهب مالك؟ ليس في ذلك حد محدود، من قام في أول الأذان فذاك، ومن قام عند قول قد قامت الصلاة فذاك، ومن قام في آخر الإقامة فذاك، حتى ما نعم يختلف الناس في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها، كلهم مجزئ. وهذا الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.